أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة بنستكمل حوارنا وحديثنا في مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد آخر درس في الوحدة الأولى. احنا خدنا قبل كده 3 دروس. الدرس الأولاني ازاي كنا شفنا مع بعض ازاي بنحل معادلة من الدرجة الأولى، معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين، خدناهم بيانيا وخدناهم جبريا. وفي الطريقة الجبرية خدنا ازاي بنحلها بطريقتين، يا اما عن طريق التعويض او عن طريق الحذف، الدرس الثاني خدنا ازاي بنحل معادلة من الدرجة الثانية بيانيا، وخدنا في الدرس الثالث ازاي بنحل معادلة من الدرجة الثانية باستخدام القانون العام. النهاردة هناخد مع بعض درس وعنوان حلقة النهاردة ازاي بنحل معادلتين، حل معادلتين في متغيرين، احداهما يعني احدى المعادلتين من واحدة من الدرجة الاولى والاخرى من الدرجة الثانية. طيب تعالوا نفتكر مع بعض طريقة التعويض اللي احنا خدناها قبل كده في حل معادلتين من الدرجة الاولى. نبص كده مع بعض المثال اللي قدامي ده. احنا كان بيديني ادي معادلتين من الدرجة الاولى في متغيرين س وص. هنستخدم طريقة التعويض عشان نثبت المعلومة قبل ما نخش في عنوان درس النهاردة أو في حل درس النهاردة. فكان عندي هنا المعادلة الأولى 2 س ناقص ص بتساوي 3، س زائد 2 ص بيساوي 4. كنا هنا هوت، ممكن نقول هنا هو بنجيب قيمة الس من المعادلة الثانية، فهقول س يساوي أدي 4، هضيف المعكوس الجمعي ل 2 ص من الطرف الأيمن للطرف الأيسر يبقى سالب 2 ص. دي قيمة الس. هعوض بقيمة الس اللي أنا جبتها من المعادلة الثانية في المعادلة الأولى. يبقى هنعوض عن قيمة الس بالقوس ده. أدي 2 س، يبقى هشيل الس وأكتب القوس، اللي هو قوس اللي هو مين؟ 4 ناقص 2 ص. ناقص ص دي تنزل زي ما هي، كل ده بيساوي 3. نبدأ نفك القوس، أصبحت المعادلة عندي هنا في متغير واحد فقط اللي هو الصاد. 2 في 4 ب 8، 2 في 2 صاد يبقى ب 4 صاد، سالب صاد تنزل زي ما هي يساوي 3، سالب 4 صاد وسالب صاد دي حدود جبرية متشابهة بنجمعهم مع بعض يبقى 8 ناقص 5 صاد، كل ده بيساوي 3. هنجيب الصاد هنا ونجيب ال 5 صاد هنا في الطرف الأيسر تبقى إشارتها موجبة، والثلاثة موجب ثلاثة تيجي هنا بإشارة سالبة، كأن ضفت المعكوس الجمعي لسالب خمسة صاد وموجب ثلاثة للطرفين. يبقى 8 ناقص 3 بخمسة، كل ده بيساوي 5 صاد. نقسم الطرفين على 5 اللي هو معامل الصاد، يبقى 5 على 5 يبقى الصاد هيتساوي الواحد. جبت قيمة الصاد، أبدأ أعوض عنها في المعادلة دي عشان أجيب قيمة السين. يبقى سين بيساوي 4 ناقص 2 صاد، يعني 2 في 1، يبقى السين بتساوي 4 ناقص 2 بيساوي 2. ادي قيمة الصاد، دي قيمة السين. يبقى مجموعة الحل لهذه المعادلة هي المجموعة التي تحوي الزوج المرتب اللي بيحوي العنصر 2 و1. دي هي طريقة حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين باستخدام طريقة التعويض. طيب نخش على درس النهاردة، وعنوان درس النهاردة بنقول حل معادلتين في متغيرين، إحداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية. طيب ناخد مع بعض كده سؤال كده عصف ذهني، نفتكر مع بعض إزاي. سؤال عندي هنا هو مديني بيقول لي س زائد ص بتساوي 10، وس تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 40. لاحظ هنا أن المعادلة الأولى دي في متغيرين من الدرجة الأولى، المعادلة الثانية برضو في متغيرين هما س وص أيضا ولكن من الدرجة الثانية. طب هو بيقول لي أنت عندك س زائد ص بيساوي 10، س تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 40، أنا عايز أجيب قيمة س ناقص ص. إحنا هنا مش هنستخدم طريقة التعويض، هو هنا سؤال عصف ذهنك زي سؤال أكمل. هنستخدم إيه؟ هنستخدم التحليل اللي إحنا درسناه قبل كده في الصف الثاني الإعدادي اللي هو فرق بين مربعين. أنا عندي س تربيع ناقص ص تربيع بيساوي 40، ده فرق بين مربعين، يبقى لما اجي احللها هيبقى بالشكل ده.
باخد مربع الاول جذر الاولاني بسين جذر الثاني بصاد، يبقى قوس هنا الاشاره في النص سالب، وهنا برضو هيبقى نفس الجذر في والاشاره في النص هتبقى موجبه. يبقى سين تربيع ناقص صاد تربيع لما اجي احللها تبقى سين ناقص صاد في سين زائد صاد بتساوي كام؟ بتساوي 40. طب هو مديني قيمه سين زائد صاد بكام؟ ب 10. يبقى سين ناقص صاد مضروبه، هشيل سين زائد صاد واكتب 10، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 40. يبقى كام في 10 يديني 40؟ طبعا هنقسم الطرفين على 10 هنا اهو، يبقى هينتج لي على طول ان س ناقص الصاد بتساوي كام؟ بتساوي 4، ودي القيمه اللي هو طالبها. دي كده مراجعه. طيب معانا اتصال. الو الو، ايوه محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه محمد، ماشي يا استاذ، عندي سؤال. اتفضل. هو سؤال كده مدرسه. قول يا محمد، السؤال بيقول ايه؟ الأراء ثعبان على الارض صقرا على ارتفاع 160 متر. ايوه. وهو ينطلق اليه بسرعه 24 متر لكل دقيقه. ايوه. لكي ينقض عليه، فاذا كان الصقر ينطلق راسيا لاسفل. ده في درس ايه يا محمد؟ درس حل معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد بيانيا وجبريا. بيانيا وجبريا. ايوه. وهو ينطلق اليه بسرعه 24 متر لكل دقيقة لكي ينقض عليه، فإذا كان الصقر ينطلق رأسيا لأسفل حسب العلاقة ف بتساوي عين نقطة نون زائد 4.8. جميل. اوجد فالمسافة بالمتر. اوجد الزمن. اوجد الزمن بالدقائق. يبقى هو عايز هنا الزمن بالايه؟ بالدقائق. هنا ده على عنوان الدرس اللي هو حل معادله من الدرجه الثانيه في مجهول واحد بيانيا وايه يا محمد؟ وجبريا. وجبريا. طبعا المساله دي انت لما هتيجي تحلها احنا بنحلها بالطريقه الايه؟ الجبريه. معايا؟ طيب معا. هو هنا مديك العلاقه يا محمد، بيقول لك ف بيساوي عين في نون زائد 4.9 نون تربيع. مظبوط؟ مظبوط. وهو مديك الارتفاع هنا بكام يا محمد؟ مدينا الارتفاع ب 160 متر. 160. وبينطلق اليه بسرعه كام؟ 24 متر لكل دقيقه. 24 متر لكل دقيقه لكي ينقص عليه. طيب هنا بيقول لك مديك العلاقه، هنعوض عن ف ب 100 الف اللي هي المسافه، ماشي، اللي هي 160 متر، وعن السرعه عندي هنا اللي هي عن صفر اللي هي ب 24 متر لكل دقيقه، اصبحت دي معادله في متغير واحد اللي هو مين؟ اللي هو نون. معايا؟ معاك. يبقى المعادله اصبحت 4.9 نون تربيع زائد العين صفر هنا هو اللي هي 24 متر هتبقى مضروبه في نون بتساوي فيه اللي هي كام؟ 160. ونعمل عمليه التحليل اللي احنا خدناها اللي هو تحليل مقدار ثلاثي بسيط، هيطلع لي قيمه النون اللي عندي. معايا؟ ماشي معاك. طيب وصلت للدرس حل معادلتين في متغيرين يا محمد، احداهما من الدرجه الاولى واحداهما من الدرجه الثانيه. طيب تحب تشارك معايا في حل المساله ديت؟ طيب بص معايا السؤال ده يا محمد، هو بيقول لي اوجد مجموعه حل المعادلتين. المعادله الاولى عندي س زائد ص بيساوي 5، و س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 13. معايا؟ تمام. ها هنعمل ايه؟ هنودي س الناحيه الثانيه باشاره معكوسه، هتبقى ص بتساوي 5 ناقص س. يبقى الاول يا محمد هنا اهوت هنشتغل بطريقه التعويض، ان انا بعوض من المعادله، بستخدم المعادله اللي هي من الدرجه الاولى، بجيب قيمة السين أو قيمة الصاد أيهما أسهل لي، وعوض بيها في المعادلة الثانية اللي هي من الدرجة الثانية. يبقى الأول هنا هوت أنت قلت إن إحنا هنثبت الصاد، يبقى هجيب قيمة الصاد مش كده؟ يبقى بتساوي 5 ناقص سين. تابعني يا محمد؟ أدي كده جبت قيمة الصاد هنا بتساوي 5 ناقص سين، ونقفل قوس كده هوت عشان خاطر هو ده قيمة الصاد اللي هعوض بيها هنا. طب المعادلة التانية عندي هنا ايه؟ س تربيع، يبقى هنزلها زي ما هي، زائد ص تربيع، ص تربيع اللي هي مين؟ اللي هي القوس ده، يبقى القوس ده تربيع اللي هو 5 ناقص س، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 13. هبدأ دلوقتي أعمل ايه؟ هبدأ أفك القوس ده، الس تربيع دي تنزل زي ما هي، زائد
لما اجي افك القوس ده مهم جدا نخلي بالنا من حاجه، لو الاشاره هنا موجب قبل القوس يبقى تفك القوس عادي جدا، اما لو كانت الاشاره سالبه يبقى تخلي بالك ان انت بتحط سالب وتحط قوس وتفك المقدار المربع الكامل ده جوه القوس، عشان الاشاره السالبه هتغير لك كل الناتج اللي بيطلع لك من هنا. يبقى هنربع الاول، هيبقى 5 في 5 ب 25. هنا الحد الاوسط هيبقى الاول في الثاني في 2، يبقى موجب في سالب بسالب، 5 في س في 2 يبقى 10 س، زائد مربع الثاني اللي هو س تربيع، وكل ده بيساوي كام؟ بيساوي 13. طيب نبدا نجمع مع بعض الحدود الجبريه المتشابهه، ادي س تربيع وسين تربيع، يبقى عندي هنا 2 سين تربيع ناقص 10 سين، عشان انا هجمع هنا هوت الحدود الجبريه المتشابهه ونرتب. عندي هنا موجب 25، وهجيب المعكوس الجمع لل 13 في الطرف الايمن، يبقى سالب 13 يبقى بيساوي الصفر. يبقى اصبحت عندي 2 سين تربيع ناقص 10 سين، موجب 25 ناقص 13 يبقى موجب 12، ده بيساوي صفر. هنلاحظ هنا ان المعاملات هنا هوت كلها اعداد زوجية، يعني تقبل القسم على 2، يبقى هقسم على 2 يبقى س تربيع، 10 على 2 يبقى 5 س، زائد 12 على 2 فيها 6 بيساوي الصفر. ده مقدار ثلاثي بسيط يمكن تحليله، اللي من خلاله هقدر اجيب قيمة الس. لما هنيجي نحللها هنا هوت، بما ان عندي الحد الاخير اشارته موجبة، يبقى الاشارتين في النص هتبقى سالب، اللي هي نفس اشارة الحد الاوسط، السين تربيع تبقى سين في سين، حاصل ضرب عددين في بعض يديني 6 ومجموعهم يديني 5، طبعا ما فيش غير 3 و2. من هنا هستنتج ان سين هتساوي 3 وسين هتساوي 2، يبقى انا عندي هنا سين هتساوي مرة 3 ومرة سين بتساوي 2، يبقى انا جبت قيمتين لسين. طيب بعد ما جبت قيمتين لسين اجيب قيمتين لصاد، صاد بتساوي 5 ناقص سين، يبقى في الحاله دي صاد بتساوي 5 ناقص 3 بتساوي 2، وصاد هنا بتساوي لما سين ب 2 يبقى 5 ناقص 2 بتساوي 3. يبقى في الحاله دي مجموعه الحل هتساوي الزوج المرتب، لما سين ب 3 صاد ب 2 يبقى هقول له 3 و 2، لما سين ب 2 الصاد طلع بتلاتة يبقى هقول له 2 و3، ويبقى دي مجموعة الحل لهاتين المعادلتين اللي احداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية. نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية ونستكمل موضوع درس النهاردة. هناخد دلوقتي مثال تطبيق برضو على حل معادلتين في متغيرين احداهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية، ولكن المرة دي هناخد مسألة لفظية. ازاي بنحول المسألة اللفظية أو الفزورة الرياضية ديت إلى معادلات وبعدين نبدأ نحلها؟ نشوف مع بعض السؤال هنا بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا عندي مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 سنتيمتر، محيطه يساوي 30 سنتيمتر. بيقول لي أوجد طولي ضلعي القائمة. أوجد طولي ضلعي القائمة. يبقى أول حاجة هنا لما هتيجي تشتغل، أول حاجة هتعمل إيه؟ لابد إن إحنا نرسم دلوقتي هنا هو عندي المثلث القائم الزاوية أهو. آدي مثلث قائم الزاوية. بيقول لي إيه؟ قائم الزاوية طول وتره 13، يبقى الوتر هنا ده 13 سنتيمتر، آدي الزاوية القائمة. طيب. بيقول لي ان محيطه بيساوي 30، طب هو هنا مش مديني الضلع ده الاولاني او ضلعي القايمه، فانا على طول هفرض ان ضلعي القايمه واحد بسين والتاني بصاد، لان هو مش مديني بيانات تانيه خالص. يبقى اول حاجه نفرض ان ضلعي القايمه احداهما واحد بسين سنتيمتر والاخر صاد سنتيمتر، يبقى نفرض ان طولي ضلعي القايمه بيساوي س سنتيمتر وص سنتيمتر. نبدا نشتغل في الفزوره بتاعتنا. بيقول لي طوله وتره بيساوي 13، محيطه بيساوي 30. احنا عارفين هنا ان محيط المثلث بيساوي ايه؟ محيط المثلث بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. طب انا عندي الضلع ده طوله س، ده طوله ص، ده طوله 13،
يبقى أنا هنا هستنتج أقول له س زائد ص زائد 13 يساوي 30 سنتيمتر. يبقى بستنتج من هنا إن س زائد ص هتساوي 30 ناقص 13، يعني بستنتج في النهاية إن س زائد ص هيساوي 30 ناقص 13، يبقى على طول هنا 17، ودي المعادلة الأولى. طيب فين المعادلة التانية؟ أجيبها إزاي؟ حد يقول لي بالظبط كده، هنستخدم هنا إيه؟ هنا مش مديني بيانات أي حاجة تانية غير إن هو مديني المحيط، لكن أنا أقدر أجيب له علاقة تانية من البيانات اللي أنا عملتها، اللي هي هنطبق هنا مين؟ هنطبق فعلا نظرية فيثاغورس، إن أنا بطبق هنا هو إن مجموع مربعي طولي ضلعي القائمة بيساوي مربع طول الوتر. يبقى بالتالي على طول أول حاجة هعملها هنا هو إن أنا هقول من المثلث يبقى مربع الضلع الأول يبقى س تربيع زائد مربع الضلع الثاني ص تربيع بيساوي 13 تربيع، اللي هو بيساوي 169، ويبقى دي المعادلة الثانية. يبقى المعادلة الأولى كانت عندي س زائد ص بيساوي 17، المعادلة الثانية س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 169. يبقى في الحالة دي على طول هنبدأ نشتغل من المعادلة الأولى، أجيب قيمة السين أو قيمة الصاد وأعوض بيها في المعادلة التانية. لو أنا هنا هنقول هنثبت السين، يبقى على طول هقول بتساوي 17 ناقص صاد. عشان دايما ما تلخبطش نفسك، ثبت أي مجهول من المجهولين أو أي أحد من المتغيرين، اكتب يساوي، اللي بعده يساوي 17، بعد كده المعكوس الجمعي للمتغير الآخر، وعلى طول نعملها جوه قوس. نبدا ناخد قيمه السين تي نعوض بيها في المعادله الثانيه، يبقى هنا هوت هتبقى سين تربيع هشيلها واكتب مكانها، تبقى 17 ناقص ص الكل تربيع زائد ص تربيع، كل ده بيساوي 169. يبقى في الحاله ديت لما هنيجي نقول يبقى هنا 17 تربيع يبقى 9 8 2 289 ناقص مربع الحد اللي في النص، اللي في النص هيبقى 34 ص زائد ص تربيع زائد ص تربيع، دي تنزل زي ما هي، كل ده بيساوي 169. يبقى في الحالة دي هنجمع الحدود الجبرية المتشابهة اللي هي ص تربيع مع ص تربيع ونرتب، يبقى أنا عندي 2 ص تربيع ناقص 34 ص، عندي هنا 289 بالموجب، هودي هنا المعكوس الجمعي ال 169 للطرف الأيسر يبقى بالسالب، يبقى سالب 169، يبقى أصبح عندي 2 ص تربيع، كل ده طبعا بيساوي الصفر، 2 ص تربيع ناقص 34 ص هيبقى هنا زائد 120، كل ده بيساوي الصفر. هنقسم هنا على 2 لان انا ملاحظ ان المعاملات هنا كلها المعامل الصاد تربيع ومعامل الصاد ومعامل حد المطلق اعداد زوجيه، اذا تقبل القسمة على 2 يبقى عندي صاد تربيع ناقص 17 صاد زائد 60، كل ده بيساوي الصفر. طبعا هنا هوت على طول هنجيب عددين حاصل ضربهم في بعض يدينا 60، ومجموعهم او طبعا مجموعهم هيبقى 17 على طول. هنا هوت نجيب هنا قيمه الصاد، بنعوض بقيمه الصاد هنا هوت في المعادله ديت عشان نجيب قيمه الس. يبقى بنفس طريقه الحل، نفس طريقه الحل احنا بنستخدمها في هذه المعادله، يبقى اذا هي نفس الكلام ونفس الطريقه. معانا اتصال. ايوه يا ايه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. وصلت لغايه فين يا ايه؟ انا وصلت لحد نفس الدرس ده. نفس الدرس ده؟ طيب عندك سؤال؟ لا انا كنت عايزه اشارك. عايزه تشاركي؟ يعني لو اديناكي سؤال هتحلي معانا؟ ان شاء الله. طيب تعالي ناخد برضو مسألة على المثلث القائم الزاوية برضو، لأن دي من المسائل اللي الطلبة بتبعد عنها وتشوفها. بص معايا السؤال ده كده يا آية، بيقول لي هنا مثلث قائم الزاوية فيه أحد ضلعي القائمة
يقل عن طول الضلع الآخر بمقدار 3 سنتي وطول وتره 15 سنتي. اوجد محيطه. هنا المرة دي مش مديني المحيط عكس المسألة التانية. طيب اول حاجة هنعمل ايه يا ايه؟ هنقول سين. هرسم المثلث القائم الزاوية. طيب بيقول لي احد ضلعي القائمة يقل عن طول الضلع الاخر بمقدار 3. هتعملي ايه بقى يا ايه؟ يقل عن الاخر يبقى هيساوي مثلا سين ناقص 3. سين ناقص 3. يعني قصدك تقولي يا ايه ان احد ضلعي القائمة لو انا هفرد ده بسين يبقى التاني هيبقى سين ناقص كام؟ ناقص 3. 3. وبيقول لي مقدار وطول وتره كام؟ طول وتره ب 15. هو عايز مين يا ايه؟ عايز المحيط. المحيط. معنى كده ان انا لازم اجيب الضلع ده بكام وده بكام وده بكام او اجيب قيمه السين، يبقى انا كده جبت اضلاع الايه؟ المثلث القائم الزاويه. طيب تقدري تكوني لي المعادله يا ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ هتبقى سين. هنطبق ايه يا ايه؟ هنطبق هنطبق نظريه فيثاغورس. هنطبق نظريه فيثاغورس. يبقى اذا بطبق برضو نظريه فيثاغورس في المثلث القائم الزاويه اهي. هنا هتبقى المعادله بتاعتي مربع الاول اللي هو هيبقى س تربيع زائد مربع الثاني اللي هو س ناقص 3 الكل تربيع. ها كل ده بيساوي كام؟ 15 تربيع. طيب الس تربيع تنزل دي زي ما هي. ابدا افك الكوز يا ايه. طيب س تربيع ها س2 عايز الحد الاوسط، يبقى الحد الاول في الثاني في 2 صح؟ ايوه. يبقى ناقص 6 س زائد مربع الحد الثاني اللي هو زائد 9، كل ده بيساوي 15 تربيع اللي هي 205 وكام؟ زائد 9. زائد 9، كل ده بيساوي كام؟ 225. نجمع دلوقتي ال 225 مع ال 9 عشان يبقى عندي معادله في معادله في مقدار ثلاثي بسيط. س تربيع زائد س تربيع يبقى ب 2 س تربيع. ها؟ ناقص 6 س. وهنا زائد 216 زائد 9 ناقص 225، كل ده بيساوي بقى كام؟ كل ده بيساوي صفر. بيساوي صفر. يبقى 2 س تربيع ناقص 6 س، اجمع موجب 9 وسالب 225 هيديني كام؟ سالب 216. ها ملاحظه هنا يا ايه ان المعامل ده 2 وهنا 6 وهنا 216، مش دي كلها اعداد زوجيه؟ والاعداد الزوجيه تقبل القسم على كام؟ على 2. عشان اسهل على نفسي ايه حل المعادله. هنقسم على 2 يبقى عندي س تربيع ناقص 3 س ناقص 216 على 2 يبقى فيها ال 108، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. نبدا دلوقتي نكتب المعادله عندي اهي. هنبدا نعمل ايه؟ نعمل عمليه التحليل يا ايه للمعادله اللي هي في صوره مقدار ثلاثي بسيط اللي هي س تربيع ناقص 3 س ناقص 108. يبقى س تربيع هتصبح س في س، وانا عايز عددين. طالما دي سالب يبقى في قوس هنا باشاره سالبه وقوس باشاره ايه؟ موجبه. عددين حاصل ضربهم 108 والفرق بينهم يديني كام؟ 3. طبعا بعد ما نحلل ال 108 يا ايه طريقة التحليل او عن طريق الكالكوليتر زي ما انتم بتشتغلوا فيها اللي هي مود 3 او مود 5 زي ما بتعملوا، طبعا احنا بنبقى فاهمين الطريقة دي واعتقد ان احنا درسنا الكلام ده في الصف الثاني الاعدادي. دلوقتي احنا بنشتغل بالكالكوليتر وعادي جدا هنجد ان المعاملات هنا هيطلع لي ب 9 و 12، هنا هيبقى الموجب 9 وهنا سالب ال 12. يبقى هنا يا ايه السين هتطلع بكام يا ايه؟ هتطلع بسالب 9. والسين هتطلع بكام يا ايه؟ ايه؟ والسين هنا هتطلع بكام؟ بسالب 12. طب س سالب 9 يا ايه دي تنفع؟ ايه؟ دي تنفع؟ لا. ليه؟ لان انا بتكلم على طول ضلع يبقى ده مرفوض. مش كده ولا ايه؟ يبقى انا هاخد السين بكام؟ هاخد السين ب 12. برافو عليك. طب انا عندي ايه هنا في الرسمه اللي احنا قلنا، مش احنا قايلين السين وس ناقص 3؟ يبقى الضلع ده بكام؟ هنقول ب 9 صح كده؟ والضلع دوت هيبقى ب 12. ده ب 12 واللي تحت هيبقى والتاني يبقى بكام؟ ب 9. اقدر اجيب محيط المثلث دلوقتي ولا لا؟ يبقى محيط المثلث زي ما هو طالب بيساوي 12 زائد 9
زائد 15 يبقى الناتج هيساوي كام؟ هيساوي 36 سنتيمتر. 12 و 15 27 زائد 9 يساوي 36. شكرا لك يا آية ومشاركتك، ومنتظرك في سؤال آخر ودرس آخر إن شاء الله. طيب تعالوا ناخد برضو مسألة تانية في الأشكال. هنا بيقول لي بيقول لي مستطيل طوله سين وعرضه صاد ومساحته 77 سنتيمتر مربع، فإن نقص طوله 2 سنتي وزاد عرضه 2 سنتي أصبح مربعا، أوجد مساحة المربع. برضو احنا بننوع في مثل هذه المسائل لأن المسائل دي مهمة جدا وبنجد فيها مشاكل مع الطلبة لو هم ما تعملوش معاها من ناحية رياضية. مستطيل، ادي شكل المستطيل اهو، بيقول له طوله س يبقى ده س سنتيمتر وعرضه ص، مساحته، هي مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ ايوه مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، يبقى انا هقول س في ص اللي هي الطول في العرض بكام؟ ب 77 سنتيمتر مربع. يبقى اول حاجة هكتبها هنا اهوت، هقول مساحة المستطيل بتساوي 77 سنتيمتر مربع، يبقى على طول مساحة المستطيل طول في عرض، الطول بسين والعرض بصاد، يبقى سين في صاد بتساوي 77. دي المعادلة الأولى. عفوا، بيقول لي هنا حتة مهمة جدا ونخلي بالنا منها، بيقول لي فإن نقص طوله 2 سنتي. يعني إيه نقص طوله؟ يعني لو هو طوله 5 هيصبح 3. طب هو طوله مدهوني بكام؟ مدهوني بسين، يبقى ناقص، يعني هعمل ايه؟ يبقى هقول سين ناقص 2. قال لي وزاد عرضه 2 والعرض زودته 2، العرض اللي هو مين؟ اللي هو صاد. العرض هنا اصبح صاد زائد 2. بص بيقول لي ايه؟ اصبح مربعا. يعني ايه اصبح مربعا؟ يعني لو انا جيت ده شلت منه 2 سنتي والاتنين سنتي زودتهم في صاد اصبح الشكل مربع، معنى ان الشكل مربع اصبح ان الضلع ده قد ده قد ده قد ده، مظبوط؟ يبقى في الحالة دي هنا س ناقص 2 وصاد زائد 2 دول اطوال اضلاع المربع، يبقى في الحالة دي دولت هيبقوا ايه؟ متساويين. يبقى لو نقصت 2 من الطول وزودت 2 العرض اصبح مربع، يبقى اصبح الناتج هنا كان الطول بيساوي العرض في الشكل الجديد. ادي المعادله الثانيه اقدر اكونها من هنا، س ناقص 2 بتساوي ص زائد 2، هنجمع الس والص مع بعض، يبقى الص هنا هوديها الناحيه الثانيه هنا باضافه المعكوس الجمع ليها تبقى سالب ص، سالب 2 تيجي الناحيه الثانيه هنا باشاره موجبه عكس المعكوس الجمع لسالب 2، انا عندي هنا موجب 2 اهي زائد 2، يبقى الناتج بيساوي كام؟ 4. يبقى س ناقص ص بتساوي 4، ودي المعادلة الثانية. من هنا نقدر نجيب قيمة الس وعوض بيها في المعادلة الأولى، يبقى س بتساوي 4 زائد الص. طيب ادي قيمة الس اهي، نبدأ نعوض بيها في المعادلة ديت، س هشيلها واكتب مكانها 4 زائد ص مضروبة في صاد، يبقى نجيب الصاد هنا قبل القوس، كل ده بيساوي 77. يبقى في الحالة دي أبدأ أضرب صاد في 4 يبقى 4 صاد زائد صاد تربيع، كل ده بيساوي 77. نجمع الحدود كلها في الطرف الأيمن ونرتب، يبقى أصبحت المعادلة عندي كأنها صاد تربيع زائد 4 صاد ناقص 77، كل ده بيساوي الصفر. بعد كده هنبدأ نحلل المقدار الثلاثي البسيط اللي عندي دوت، يبقى هنا هوت هيصبح صاد، بما ان عندي الحد المطلق اشارته سالب يبقى انا عندي قوسين، واحد سالب واحد موجب، هنا هوت عايز عددين حاصل ضربهم ب 77، الفرق بينهم باربعة، وقلت الفرق عشان هنا الاشارات مختلفة، وهنا الفرق هنا هيبقى باشارة موجبة، يبقى الكبير موجب اللي هو هيبقى هنا هوت 11 مضروبة في 7،
7 في 11 ب 77 والفرق بينهم يديني موجب 4، يبقى عندي هنا ص بتساوي 7 وص بتساوي سالب 11. طبعا ده مرفوض لان انا بشتغل في اطوال اضلاع، وهنا على طول ببدا اقول ان بعوض عن قيمه الص بكام؟ بص بتساوي 7. يبقى عندي هنا في الحاله ديت س هتساوي 4 زائد 7، يبقى س بتساوي كام؟ بتساوي 11. جبت قيمه الس، جبت قيمه الصاد. انا دلوقتي عندي هو طالب مني مساحه المربع. طب المربع ده هيبقى طول ضلعه كام؟ بص كده، س بتساوي اهو، احنا هنا قايلين ان لما يبقى س ناقص 2 بتساوي ص زائد 2، س ناقص 2 بكام؟ يبقى 11 ناقص 2 ب 9. طب ص زائد 2، ص احنا جايبينها ب 7، 7 زائد 2 ب 9. يبقى على طول اقدر اقول له دلوقتي ان مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، يعني هقول 7 هنا هو هيبقى 9 في 9 هيساوي 81 سنتيمتر مربع. 81 سنتيمتر مربع، كده أنا جبت مساحة المربع اللي هو طالبها. زي ما شفنا واتعلمنا إزاي بنكون معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الثانية ونربط بينهم الاثنين مع بعض باستخدام طريقة التعويض. تعالوا نشوف مثال برضو مختلف خدناه برضو قبل كده في حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. تعالوا إزاي نشوف بقى دلوقتي إزاي نكون معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الثانية في المثال بتاعنا ده. ادي السؤال بتاعنا أهو. السؤال بيقول لي إيه؟ عدد مكون من رقمين، رقم أحاده ضعف رقم عشراته. إذا كان حاصل ضرب الرقمين يساوي نصف العدد الأصلي، بيقول لي فما هو العدد؟ مهم جدا في مسألة زي كده تاخد بالك إيه اللي عندك واللي إيه اللي تقدر تطلعه من المسألة دي. عدد مكون من رقمين، يعني إيه مكون من رقمين؟ يعني آدي العدد أهو، في عندي خانة أحاد وخانة عشرات. طب خانة الأحاد أنا هفرض إن الأحاد بسين والعشرات بصاد، يبقى أول حاجة هتكتبها كده هقول نفرض أن الأحاد يساوي سين ورقم العشرات هنا هيساوي صاد. طب في حالة لو كان ده مكتوب بالشكل ده سين وصاد في الأحاد وفي العشرات، يبقى إذا في الحالة ديت العدد لما أجي أكتبه في الصورة بتاعته بنكتبه إزاي؟ يبقى الأحاد زائد 10 مضروبة في الخانة بتاعت العشرات. يعني لو قلنا 23 يبقى كأنها 3 زائد 20. العشرين دي جت منين؟ 2 في 10. فهنا سين في الأحاد وصاد في العشرات، يبقى العدد الأصلي دوت بتاعي صورته الرئيسية بتاعته أهي سين زائد 10 صاد. دي أول جملة بتاعتنا. هنا بيقول لي إيه؟ رقم الأحاد اللي هو سين ضعف رقم عشراته، يعني رقم الأحاد اللي هو سين بيساوي ضعف رقم العشرات، يعني ضعف يعني 2 مضروبة في العشرات اللي هو 2 صاد، ودي المعادلة الأولى وديت المعادلة الأولى. طيب نبدأ نكون المعادلة الثانية برضو منين؟ من خلال المعطيات بتاعتي. بيقول لي هنا إيه؟ بيقول لي إذا كان حاصل ضرب الرقمين، حاصل ضرب الرقمين، الرقمين اللي هم مين؟ اللي هم الأحاد والعشرات، يعني هضرب س في ص، فهاجي أقول له كده أهو حاصل ضرب الرقمين اللي هو س في ص، قال لي يساوي، بص كده معايا، يساوي نصف العدد الأصلي. هو فين العدد الأصلي؟ أهو اللي احنا كاتبينه من شوية ده، أدي العدد الأصلي. يبقى لما أضرب الأحاد في العشرات هيساوي نصف العدد الأصلي، يبقى هنا س في ص بتساوي نص مضروبة في س زائد 10 ص، س في 10 ص. يبقى في الحالة ديت احنا دلوقتي لو جينا حلينا المسألة
يبقى عندي س ص بتساوي نص في س زائد 10 ص. طبعا نقدر نتخلص من النص ده ان انا اضرب طرفي المعادله في 2، يبقى كان عندي 2 س ص بتساوي س زائد 10 ص. يعني كان عندي هنا دلوقتي 2 س ص بتساوي س زائد 10 ص، يبقى في الحاله ديت على طول اقدر اعوض عن قيمه الس بكام؟ ب 2 ص. يبقى في الحاله دي انا عندي هنا س بتساوي 2 ص، ادي الحته الاولانيه المعادله الاولانيه اللي احنا طلعناها، هعوض بيها هنا عن قيمه الس، ادي 2 س هشيلها وقت مكانها 2 ص، يبقى مضروبه في 2 ص مضروبه في ص اهي، يساوي س هشيلها وقت مكانها 2 ص زائد 10 ص. نجمع 2 في 2 يبقى 4 ص في ص يبقى ص تربيع، 2 ص زائد 10 ص يبقى الناتج بيساوي 12 ص. هنا دلوقتي بص كده معايا، ادي 4 ص تربيع يساوي 12 ص. اوعى تقول لي ان احنا هنطير ص مع ص، يبقى الكلام ده غلط. احنا نجمع الكلام ده كله ونحولها الى معادله صفريه، عشان ما فيش واحد يقول لك نقسم على ص، لا الكلام ده غير صحيح. يبقى 4 ص تربيع ناقص 12 ص يساوي صفر. هنا نبدأ نعمل عملية التحليل، إن أنا هخرج عامل مشترك بين الحد الأول والحد الثاني. العامل المشترك الأصغر الأعلى بين الأربعة والاثناشر هو الأربعة، عندي ص تربيع هنا وهنا ص، يبقى بناخد هنا العامل المشترك اللي هو الحرف أو المتغير اللي هو بإيه؟ بأصغر أس اللي هو الص. يبقى 4 على 4 فيها الواحد، ص تربيع على ص فيها الصاد، ناقص 12 على 4 12 ص على 4 ص يبقى 3، كل ده بيساوي الصفر. يبقى أنا عندي هنا 4 ص مضروبة في ص ناقص 3 بتساوي صفر. خلي بالك معايا هنا في حتة مهمة جدا في المسألة دي، 4 ص مضروبة في ص ناقص 3 بيقول لي بتساوي صفر. يبقى في الحالة دي الحد الأولاني يا إما هو اللي يكون بصفر، يا إما الحد التاني اللي مضروب فيه هو اللي بيساوي الصفر. يبقى أنا هاخد دلوقتي كده 4 ص هي اللي بتساوي صفر، أو ص ناقص 3 هي اللي بتساوي صفر. 4 ص بتساوي صفر، يبقى هقسم على 4، يبقى في الحالة دي ص بتساوي صفر. وخلي بالك معايا هنا ص ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى ص بتساوي 3. تعال بص كده، محدش يقول لي يبقى ص ليها قيمتين غير لما أرجع للأول للبيانات اللي أنا كاتبها في الأول. أنا كاتب إيه في الأول هنا؟ أنا كاتب الأحاد بسين والعشرات بإيه؟ بصاد، وده عدد مكون من رقمين. معنى كده إن هنا هل ينفع أكتب في العشرات صفر؟ يعني هل ينفع أكتب 3 مثلا وجنبها صفر وأقول إن ده عدد مكون من رقمين؟ يبقى الكلام ده غلط. يبقى أنا هنا صاد بتساوي صفر ده إيه؟ مرفوض. يبقى أنا هاخد الصاد بتساوي 3 وأعوض بيها في المعادلة بتاعتي اللي هي سين بتساوي 2 صاد. يبقى أنا هقول له س بتساوي 2 ص، يبقى هعوض عن الصاد ب 3، يبقى س بتساوي 2 في 3 بيساوي 6. يبقى في الحالة ديت الأحاد طلع ب 6، العشرات طلع ب 3، يبقى على طول أقول له العدد الأصلي هيساوي 36 اللي هو طلبه مني في هذه المسألة. معانا اتصال، معانا أحمد. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا احمد؟ تمام. ايه الاخبار؟ وصلت لغايه فين يا احمد؟ وصلنا لحد مجموعه الاصفار وتعيين الدائره. وتعيين الدائره، يعني انت متقدم علينا بس بدرس واحد بس. ليك سؤال يا احمد؟ لا، عايز اشارك بس. عايز تشارك؟ طيب احنا دلوقتي خدنا يا احمد مع بعض ازاي بنكون المعادله من الدرجه الاولى والمعادله من الدرجه الثانيه، مظبوط؟ طيب مظبوط. احنا دلوقتي لو جينا بصينا، انت بتقول ان انت خدت مجموعه اصفار الداله كثيره الحدود، تقدر تعرف لي امتى تكون الداله كثيره الحدود دي داله صفريه؟ لم يعني اجيب المعادله كده والصفر وبعدين اعوض بقى. طيب يعني لو انا اديتك مثلا داله كده اهوت، ادي داله س مثلا بتساوي س تكعيب ناقص 3 س تربيع زائد 2 س، امتى اقول ان الداله دي داله صفريه او انا عايز اجيب اصفار هذه الداله؟ اعمل ايه؟ اخد س عامل مشترك. ناخد س عامل مشترك وبعدين اجيب س تربيع يبقى س ناقص 3 س
شين تربيع اجيبها شين وقسم شين تربيع ناقص 3 شين ايوه زائد 2 زائد 2 جميل وبعدين يساوي صفر يساوي صفر يعني انت بتاخد الداله دي بتساويها بالصفر طيب ايوه وبعدين بعدين الشين لوحدها كده تبقى صفر وبعدين اجيب شين تربيع ناقص 3 شين زائد 2 هتساوي صفر جميل تعرف تعرف لي يعني ايه اصفار الداله اصفار الداله هي الارقام التي تجعل الداله بتساوي صفر بتساوي صفر احنا بنشتغل في مجموعه الاعداد الايه يا احمد مجموعه الاعداد الحقيقيه الحقيقيه يعني انا لو عندي داله الدالة دي بشتغل من ح إلى ح يعني إيه من ح إلى ح؟ يعني بعوض في قيم الدالة دي بمجموعة أعداد حقيقية الناتج بيطلع لي برضو عدد حقيقي عدد حقيقي طيب الدالة دي يا أحمد دالة كثيرة حدود من الدرجة الكام؟ درجة الثالثة من الدرجة الكام؟ لو احنا درجة الثالثة اللي حللناها لو أولانية احنا بناخد من الدالة الأصلية ما باخدش أيوة. من الداله بعد التحليل يا احمد احنا هنا اهو بنشوف اكبر اس في هذه الداله وبنقول ان الداله دي داله كثيره حدود من الدرجه الثالثه يبقى اصفار الداله يا احمد هي اللي بتجعل داله السين دي تساوي صفر طيب احنا بنرمز لاصفار الداله دي بالرمز ايه يا احمد صاد دال يعني معنى كده ان انا عشان اجيب اصفار هذه الداله بنقول اصفار اختصارها كلمة صاد اسم الدالة هو دال أصفار الدالة يعني هنا القيم التي تجعل دالة السين بتساوي صفر وهي عبارة عن مجموعة أعداد حقيقية بنعملها في قوس هو المجموعة وبنكتب الأصفار بتاع هذه الدالة طب احنا لو حبينا زي ما احنا نطبق كده معانا يا احمد المسألة ديت احنا دلوقتي عندي المسألة اهي سين زي ما انت حللتها خدت س تربيع ناقص 3 س زائد 2 قلنا هنسويها بتساوي ايه؟ الصفر بتساوي صفر طيب عفوا الس لوحدها هتساوي صفر والس تربيع ناقص 3 س بما ان س يا احمد هنا مضروبه في القوس ده يبقى الحد ده مضروب في الحد ده يا اما ده بيساوي صفر او س تربيع ناقص 3 س زائد 2 هو اللي بيساوي ايه؟ صفر يبقى س بتساوي صفر ادي احد الحلول هنا هاخد الس تربيع ناقص 3 س زائد 2 بتساوي صفر طبعا ده مقدار ثلاثي ايه يا احمد بسيط ايوه نعرف نحلله نعرف يلا يبقى تبقى س الس تربيع عباره عن حاصل ضرب س في س وهتبقى س ناقص 1 س ناقص 2 لا يا احمد بص معايا بقى هتبقى ناقص 1 في ناقص 2 ليه بما ان الاشاره بتاعه الحد الثالث اللي هو الحد المطلق موجبه يبقى الاشارتين اللي هنا دولت نفس اشاره الحد الاوسط يبقى الاثنين سالب طيب عايز العددين حاصل ضربهم ب2 ومجموعهم 3 يبقى ما فيش غير 2 في كام في 1 يبقى س ناقص 2 بتساوي مضروبه في س ناقص 1 بتساوي صفر يبقى هنا س هتساوي كام 2 وهنا س هتساوي كام واحد يبقى ادي طلعت قيم س يبقى لما اجي اقول اصفار الداله يا احمد اصفار الداله 2 1 يبقى هقول له ص د هتساوي كام يا احمد 0 و2 1 0 و2 1 0 و2 1 طب لو عايز اتاكد يا احمد اعمل ايه اعوض عنهم في المعادله طبعا لو عوضنا عن س بصفر هنا صفر مضروب في اي حاجه يبقى الناتج بصفر مظبوط طيب لو عوضنا بواحد هنا واحد عوضنا واحد هنا واحد تربيع يعني بواحد سالب 3 في 1 يبقى 1 ناقص 3 بسالب 2 سالب 2 زائد 2 هيساوي ايه؟ صفر هيساوي صفر طب لو عوضنا ب 2 يبقى تبقى 2 تربيع بتساوي 4 ناقص 2 في 3 ب 6 يبقى تبقى سالب 2 زائد 2 يبقى بصفر يبقى صفر يبقى 2 في صفر برضه بيساوي ايه؟ صفر يبقى احنا برضه كده اثبتنا ان اصفار الداله هي نفس القيم اللي احنا قلناها اللي هي 0 و2 1 شكرا لمشاركتك يا احمد ومنتظرك برضو في حلقه ثانيه زي ما شفنا احمد زميلنا برضو دخلنا في موضوع اللي هو مجموعه اصفار داله كثيره الحدود وعرفناه وقلنا هنا هوت ان انا بشتغل على مجموعه الاعداد الحقيقيه من ح الى ح واصفار الداله هي التي تجعل الداله عندي بصفر
وبنقول ان عشان اكتب اصفار الداله باخد الداله اللي هو مديها لي اسويها بالصفر، وبعد كده اهوت نبدا نطلع القيم اللي تجعل هذه الداله بيساوي صفر. طيب ناخد بعض المسائل هنا. اهوت بيقول لي اوجد اصفار هذه الداله كثيره الحدود، ونشوف اول داله هنا. هو بيقول لي ان داله 1 س بتساوي 2 س ناقص 4. زي ما علمنا ابننا احمد من شويه دلوقتي، قال لنا هنا دالة 1 س بتساوي 2 س ناقص 4. عشان اجيب اصفار هذه الداله، اول خطوه بضع هذه الداله بصفر. يبقى اول حاجه هنقول نضع دال 1 س بتساوي الصفر. يبقى هاخد الداله اللي هي 2 س ناقص 4 بتساوي الصفر، وابدا احللها واجيب قيم الس. هنا هنقول يبقى 2 س ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى 2 س بتساوي سالب 4، هضيف المعكوس الجمع ليها يبقى موجب 4. هقسم الطرفين على 2، معادله عاديه جدا في متغير واحد او في مجهول واحد، يبقى على 2، يبقى هنا س بتساوي 2. جبت قيمه الس بتساوي 2، يبقى هنا ال 2 دي هي قيمه الس او الاصفار لو عوضت عنها هيديني الداله بتساوي صفر. يبقى اقول له ص د 1 هتساوي المجموعة التي تحوي العنصر 2، يبقى ده العدد الوحيد اللي يخلي لي هذه الدالة بيساوي صفر. طيب ناخد مسألة تانية برضو. لو قال لي دالة 2 س بتساوي س تربيع ناقص 16، برضو هناخد الدالة اللي عندي اللي هي س تربيع ناقص 16 هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. يبقى في الحالة ديت هقول له س تربيع هيساوي، في الحالة ديت هيساوي كام؟ هيساوي 16. يبقى في الحالة دي هاخد الجذر التربيع للطرفين، يبقى س بتساوي موجب أو سالب 4. يبقى أصفار الدالة دال 2 هنا هوت هتساوي المجموعة اللي تحوي العنصرين 4 وسالب 4. طيب أنا عايز أدي بقى سؤال آخر. السؤال هنا مهم جدا. لو هو ادالك حد مطلق في الدالة، يعني كتبت لك كده قلت لك دالة س بتساوي 7، امتى الدالة دي تكون بصفر؟ او قال لي انا عايز اصفار هذه الدالة. طبعا مفيش هنا متغير عشان اعوض عنه عشان الدالة دي تصبح بصفر. احنا خدنا قبل كده لو انا قلت دال 1، ما هو مفيش س عشان اعوض بيها، الناتج هيطلع كام؟ 7. واحنا خدنا الكلام ده قبل كده ورسمناه رسم بياني. يبقى في الحاله ديت هنا مهما اعوض عن قيمه الس هيدينا نفس الناتج داله كام؟ 7. يبقى في الحاله دي يبقى جميع الاعداد الحقيقيه ح بتكون اصفار لهذه الداله. امتى هل دي لو مهما اعوض عنها هتكون لها اصفار؟ لا. يبقى في الحاله دي اصفار هذه الداله ها هتساوي ايه؟ فاي، هتساوي فاي، لان مهما عوض باي عدد حقيقي عمر الداله دي ما هتساوي ايه؟ صفر. طب تعالى هنا، لو انا قلت لك داله س دي بتساوي صفر، بقى شايف الفرق بين الاثنين؟ اوعى واحد يقول لي هتساوي فاي، لا، لان دي اسمها داله صفريه اهي، خلي بالك دي داله صفريه. يعني مهما اعوض باي قيمه من قيم الس الناتج برضه هيساوي ايه؟ صفر. يعني لو قلنا ده الواحد الناتج بصفر، ده سالب 5 الناتج بصفر، ده جذر 3 برضه الناتج بصفر. يبقى في الحاله دي لما اجي اقول اصفار هذه الداله هتساوي ايه؟ هتساوي مجموعه الاعداد الحقيقيه كلها. يبقى مهما اعوض باي عدد حقيقي الناتج هنا هيساوي ايه؟ الصفر. زي ما شفنا مع بعض، استعرضنا النهارده ازاي بنحل معادلتين في متغيرين، احداهما من الدرجه الاولى واحداهما من الدرجه الثانيه، وشفنا مع بعض برضو هنا اصفار الداله كثيره الحدود، وعرفنا ازاي بنحدد الدرجه بتاعتها، وعرفنا ازاي بنجيب اصفار هذه الداله. كده نكون وصلنا مع بعض لنهايه حلقتكم النهارده. نشكركم على حسن استماعكم ومنتظرينكم في الحلقات القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.